والعبادة كل نشاطات الكائن الإنساني الحي، فنفسك عبادة، وطعامك وشرابك عبادة، بل تمتعك بأهلك في الحلال على النحو المشروع عبادة، كل ذلك عبادة لله رب العالمين. حركة قلبك عبادة، أحوال فؤادك عبادة، تقلبات نفسك عبادة، منازعتك لهواجس الضمير ينزع بعضها إلى شر لتقيمها على العدل والحق عبادة. نشاطات الحياة عند الكائن الإنساني عبادة لله رب العالمين من باطن وظاهر. فالعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال، أعمال الجوارح وأعمال القلب، والأقوال أقوال القلب وأقوال اللسان، كل ما يحبه الله ويرضاه من ذلك عبادة لله رب العالمين من باطن وظاهر. فالحياة كلها عبادة لله جل وعلا، والموفقون يجعلون العادات عبادات بالنية الصالحة لله رب العالمين خالصة، والمخذولون يجعلون العبادات عادات بغفلتهم وخطئهم ونسيانهم لأمر ربهم.